اضراب بهذا الحجم في قطاع حيوي في امريكا، مصدر دخل رهيب، اكيد لازم نقف عنده ونفهم ابعاده وليه ده حاصل. وده هنعرفه من خلال ضيفه معانا بتنضم لنا من واشنطن، السيده مرح البقاعي الكاتبه المختصه في الشان الامريكي. اهلا بيكي في صباح جديد. الحقيقه اضراب مزدوج بين نقابه ممثله للكتاب ونقابه اخرى ممثله للممثلين او صناع السينما. سيناريو يعد الاول من نوعه منذ عام 1960 تقريبا، يعني زاد عن 60 عام. تاثير هذا الاضراب وليه حاصل هذا النوع من الاضراب بهذا الحجم؟ نعم، صباح الخير لك ولمشاهدي تلفزيونكم الكريم. بداية، صناعة السينما الأمريكية هي من أهم الصناعات والصادرات الأمريكية للعالم، ونحن نعلم أن محبي أمريكا وكارهي أمريكا يحبون السينما الأمريكية. يعني لا يختلف المعجب بأمريكا والغير معجب بأمريكا عن حبه للسينما الأمريكية ومتابعته للسينما الأمريكية. هذا يعني قطاع صناعي ضخم جدا على المستوى المالي، على المستوى الثقافي، مؤثر في العالم، ينقل الثقافة الأمريكية ويجسر الثقافة الأمريكية للعالم عبر الأفلام السينمائية الأمريكية. بالنسبة لهذا الإضراب هو فعلا غير مفهوم، سواء من حيث عدد المضربين اللي بدأ ب 11,000 وهلأ انضم لهم كل أعضاء نقابة الممثلين والكتاب السيناريو اللي بيتجاوز عددهم 110,000 أعتقد، رقم هائل جدا يعطل القطاع السينمائي بشكل كامل. ونحن عم نلاحظ المظاهرات اللي يعني يكون فيها الكتاب السيناريو خارج الاستديوهات، مشكلتهم يعني الأساسية هي مع أصحاب الاستديوهات وال بس لماذا وصل إلى هذا الحد يعني سيدة مرح؟ هناك عدة أسباب. السبب الأول اقتصاد، هم أولا يشعرون بالغبن أنهم لا يتلقون أجور وعوائد مالية تناسب حجم الأرباح التي يحققها ما نسميه هنا الشارك، يعني في ثاني السينما وهم المنتجين الكبار واصحاب الاستديوهات الضخمه، يعني بيحققوا مبالغ هائله جدا تصل الى المليارات من الافلام الشرائيه. كتاب السيناريو تحديدا يشعرون بالغبن ان ما يتقاضونه عن عملهم لا يتناسب مع حجم الايرادات للاعمال السينمائيه. نعم، هذا من جهه. من جهه ثانيه هناك لي اوت، يعني انه في ناس كثير عم يتم استغناء عنهم في العمل لانه هناك منافسه الان من الذكاء الصناعي. فمثلا بعض المنتجين السينمائيين يتحدثون الان عن السيناريوهات التي يمكن ان يكتبوها الاي اي الارتفيشال انتليجنس، ويمكنهم ان يوفروا مبلغ كبير جدا عن من ان يدفعوا هذا يعني لقاء كتاب السيناريو لشخص او اشخاص، عاده اكثر من شخص يكتب سيناريو الافلام، فيكون الامر اقل كلفه واكثر كرياتيفيتي، يعني يكون في نوع من الابداع اكثر، لانه نحن شايفين كم يتطور بسرعه الذكاء الاصطناعي. فهذا سبب اخر انهم يعني يخافون على اعمالهم، اصبحت وظائفهم مهدده بالذكاء الاصطناعي الذي يتطور بسرعه كبيره جدا، وبدات الاستديوهات الكبرى في هوليوود تلجا اليه بدل عن بعض المواقع في العمل. نعم، الحقيقه يعني واضح ان هي مطالب ربما ستظل موجوده يعني حتى تحل هذه المشكله. نتكلم عن قطاع حيوي كبير. اشكرك شكرا جزيلا استاذه مرح البقاعي الكاتبه المختصه في الشان الامريكي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.